بس لا ايش بنقول لك، معناتها عليه من احسن الناس. معناتها على كل بربي نحب نحكي حاجه برك، نقول الخبر صحيح، خبر صحيح، عليه مريض وان شاء الله ربي يشفيه، وانا متاكد اللي هو بطيبه قلبه وبانسانيته اللي انا نعرفها ربي باش يقف معاه. وعلي رغم انا كلمته البارح مازال مرتبك اكيد، ويحاول انه يخبي علي، لكن انا عارف اللي هو مرتبك. والله يا رب علي الكلام ماشي، علاش قلك حاجه على كل عبد الرزاق نحب نقوله، ما نحب نحكي على انسانيه علي، مش على خاطر خويا اللي علي اللي عداه عليه من ضغط سنين